افتتاح ديزني لاند أبوابها عام 1955 وعروض المسرح والمهرجانات تشكل جزءاً كبيراً من النشاطات في الحديقة، حيث يشارك بعض أشهر مواهب الرقص في العالم. ومما يجهله الكثيرون هو الاستعدادات والجهد الكبير الذي يبذله فريق الرقص في ديزني، مصمم الرقصات والأزياء التي تصمم لكل استعراض راقص. عندما يبدأ الاستعداد لتقديم الاستعراض، فإن مدربي الرقصات عليهم التفكير بحركات وخطوات تعكس روح الاستعراض. عندما يصمم المدربون جميع الحركات، يبدأ الراقصون بتدريباتهم، وكل خطوة يتم التدريب عليها بشكل جيد قبل أن يقدم الراقصون عروضهم للزوار. وبينما الراقصون يواصلون تدريباتهم، يعمل مصممو الأزياء على حياكة الملابس لإنهائها في الوقت المحدد. كل راقصة وراقص يتم قياس ملابسه عدة مرات كي تكون مطابقة لمقاسه. وحين يتم الانتهاء من حياكة الأزياء والتدريبات النهائية، يبقى على الراقصين الاهتمام بتسريح شعرهم ووضع المكياج. حان وقت العرض، ويبدو أن فريق الرقص وباقي العاملين يتطلعون بشوق لعرض شيق آخر. لنلقي نظرة على بعض راقصي ديزني.